المسترقة تنص على أنه هناك ثلاث مراحل: مرحلة الاقتراح، مرحلة الاختيار، ومرحلة الترشيح. مرحلة الاقتراح قواها المجلس الوطني هذه المرة كانت لجنة موسعة كتضم الأمانة العامة زائد 36 عضو. دابا نصت هذه المسترة على أن الناس اللي غادي ينتخبهم 36 عضو كينتخبهم المجلس الوطني. الناس اللي غادي ينتخبهم المجلس الوطني غادي يشكلوا ضعف أعضاء الأمانة العامة، معناها اللي غيتزادوا من حيث العدد. هذه المرة غادي يكونوا تقريبا 42 واحد على أساس أن أعضاء الأمانة العامة 21 واحد. وهذه اللجنة الأولى هي اللي غيتداول فيما هي الأسماء داخل الحزب المقترحة للترشيح في مهام الوزراء، وعن طريق المذاكرة أيضا في على حسب المناصب الوزارية. وبطبيعة الحال لأن القضية دي المناصب الوزارية اللي غادي يكون في حزب الاعتراف خاضع للتفاوض مع الأحزاب الأخرى غير محسوم منذ البداية ولا نعرفه اليوم، وبالتالي فكيصعب هذه اللجنة باش تحدد بالضبط القطاعات ذات الأولوية. هذه مهمة تسند إلى الأمانة العامة وتسند إلى هاد الناس اللي غيختارهم هاد اللائحة، هي اللي غادي تحاول تحدد القطاعات اللي غادي يكونوا فيها. وغادي تختار الأمانة العامة ثلاث أشخاص من الأشخاص اللي اختارتهم هذه اللجنة لكل قطاع من القطاعات مرتبين، والأمين العام بطبيعة الحال غادي يتفاوض، وعن طريق مفاوضة الأمين العام غادي يبان شنو هي القطاعات اللي غادي تكون، وهو غادي يختار هاد الناس، غادي يقترح هاد الناس اللي غادي يكونوا من اللائحة اللي اقترحتها الأمانة العامة على كل قطاع قطاع. إذن عموما هذه هي المسطرة، تهديف هذه المسطرة إلى ترشيد اختيار مرشح الحزب لتولي هاد المناصب، إلى أن يكون هناك مشاركة لعدد مهم من قيادات الحزب من الصف الأول من الصف الثاني لكي ينتخبوا من المجلس الوطني، يكون عندهم دور في مناقشة هذه الأسماء وفي إعطاء الآراء ديالهم في هذه الأسماء، لأن معروف أنه يمكن لآراء أخرى خارج الأمانة العامة أن تكون لها وجاهة ويكون لها دور في تقييم عمل الوزراء السابقين وتقييم عمل أعضاء الحزب اللي كانوا مارسوا مسؤولية أخرى، هل يمكن اقتراحهم أو عدم اقتراحهم لهذا المنصب. هذه عملية الترشيد، هذه عملية كتعكس واحد نوع من الديمقراطية الداخلية للحزب، هذه عملية تعبئة للآراء والأفكار والتوجهات داخل الحزب، والتي فيها مشاركة بين قيادة الحزب وبين القواعد ديال الحزب والمناضلين ديال الحزب من أعضاء المجلس الوطني. وهذا التشارك هو اللي يخلي هذا الاختيار غادي يكون أكثر رشدا. بطبيعة الحال نصت المسطرة أيضا على أن هناك معايير لاختيار هذه الأشخاص، وهذه المعايير يمكن نلخصوها في جوج: المعيار الأول هو معيار الكفاءة، المعيار الثاني هو معيار النزاهة. وعلى قدر هاد جوج المعايير والتمثل ديالهم يمكن أن يختار هؤلاء المرشحون، يختارهم الحزب في المرة المقبلة إن شاء الله.